السلام عليكم. اليوم نقف على زيارة والي ولاية الجزائر العاصمة إلى منطقة باب الزوار، وهنا رانا بصدد مشروع نتاع تهيئة الطريق أو الشارع الرئيسي لمدينة باب الزوار، واللي يفصل أحياء سكنية بالحي الأعمال نتاع باب الزوار، ونلاحظ أنه فيه عملية هيكلة هذا الشارع وإعادة تهيئته بطريقة أكثر مهنية، وإن شاء الله تكون فيه المراعاة نتاع المقاييس الجمالية والتقنية في هكذا مشاريع. نخليكم تابعوا الفيديو حول هذه الخرجة نتاع والي ولاية الجزائر العاصمة إلى المكان، والسلام عليكم.